السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من جديد أناستاسيا فيكتوروفنا، ممرضة روسية مقيمة بالمغرب. في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان، غادي نتكلموا على تأثير الصيام على المرأة المرضعة. هناك سؤال يحير العديد من الأمهات الجدد في رمضان، وهو: هل سيؤثر الصيام على رضاعة طفلي وعلى صحتي؟ الجواب سيدتي هو أنه مسموح لك بالصيام، لكن بشروط: أولا، إذا كنت لا تعانين من أي مرض مزمن. ثانيا، أن تقومي بتعويض الطعام والسوائل في فترة الإفطار. ثالثا، أن يتجاوز الرضع 6 أشهر، لأنه قبل ذلك يعتمد بشكل كلي على الرضاعة الطبيعية الخالصة. وفي حالة الخوف من تأثر وزن أو نمو الرضع أو تأثير كمية ونوعية الحليب بشكل واضح، فإنه يسمح للمرضعة ألا تصوم، وهو أمر لا يمنعه الشرع. كما أن هناك حالات على المرضعة أن تتوقف فيها عن الصيام، وهي كالتالي: أولا، زغللة العين أو صداع شديد. ثانيا، الإجهاد العام وهبوط الضغط. ثالثا، الدوخة وهبوط سكر في الدم. رابعا، تأثير كمية الحليب بشكل ملحوظ مما يؤثر على وزن ونمو الرضيع. لسانك حصانك، إذا صنته صانك وإذا خنته خانك. إذا عندكم أي تساؤلات أو اقتراحات خليوها لنا في التعليق ديالكم. شهية طيبة، إلى اللقاء.